إن هناك امرأة تقول أريد الحج ولكني أخاف الموت هناك، وأخاف على أولادي أن لا يجدوا من يكفلهم، فأرجو أن تقدموا نصيحة لها جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا كانت هذه المرأة لم تحج حجة الإسلام وعندها استطاعة بدنية واستطاعة مالية وعندها محرم، وجب عليها أن تؤدي فريضة الإسلام، تترك عنها الخوف، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والله يعينها. أما إذا كانت قد أدت فريضة الحج وتريد أن تحج تطوعا فالأمر في هذا واسع، إن تيسر لها أن تحج حجة تطوع فذلك زيادة خير إلى خير، وإن لم يتيسر لها ذلك فإنها لا حرج عليها بأن تكتفي بحجة الإسلام. نعم. ربما منعها من ذلك فضيلة الشيخ هذا التخوف بضعف الإيمان بالقدر وأن ما كتب جار على العبد سواء في بلده أو في بلد آخر. إذا كانت تخاف من ذلك لأنها مريضة، يعني لأنها مريضة وتخشى أن يزيد عليها المرض، فإنها تنتظر إلى أن يشفيها الله سبحانه وتعالى. أما إن كان هذا التخوف إنما هو وهم مرض نفسي ووسواس فإنها تتركه، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله عز وجل، والله جل وعلا يعينها. نعم.